ايه بالسلام ان شاء الله. طبعا جايين كلياتنا نستقبلك. معقول ولو؟ ايه بس مشي على مهلك، لا تستعجل. ايه ماشي. الو، ليش عم تعيط؟ مين دوبلك؟ لك شو بدك فيه؟ اتركه. عم تحكي معي؟ ما عم افهم عليك، ما عم افهم عليك. ايه ماشي ماشي ماشي، يلا بنحكي. ميدو، شو ليش لساتك بالسرير؟ قومي، انا بدي 10 دقائق تكون جاهزه. قد ايه بدك؟ ايه وانا بدي ربع ساعه بكون جاهزه. ليكي استعجلي سميحه ولبنه، مو معقول شو قلبهم بارد. يلا رح اشوفهم، بس لا تضلك بسريرك. قومي ماشي. شو برفيقتنا كأنه وشت طق بزر مخها؟ قاعدة عم تكروت بالغرفة مع حالها، معصبة شي؟ لك ايه، متضايقة من طلعتنا. والله بيني وبينك معاها حق، يعني أنا لو بكون محلها عن جد بتضايق، خاصة إنه أنت لما كنتي عم تحكي معها هيك عزمتيها هات إيدك والحقني، حسيتك مثل كأنه حدا عم يعزم فض عتب. لك ايه، شو بدك يعني أعزمها من قلبه رب؟ حبيبتي أنا ما عرفت كيف خلصت منها، تصوري لو هلا دبقتنا شو كان صار. أي والله معك حق، كان كارثة عظمى إذا بتيجي معنا. عين العقل عملتي. أنا رايحة أشوف سميحة ولبنها. إيه ماشي. لا تضلي بالسرير، قومي. أي سموحة، ليه ما عم تردي؟ كأنك مالك مسيفة موبايلي. إيه عم بمزح معك، اسمعي، فستاني الأسود المعرق شفتي لي إياه؟ شو عم تحكي أنتِ؟ شو بدي أجيبه على ظهر الغزانة؟ سموحة أنتِ متأكدة؟ ليكي حبيبتي إذا مانك متأكدة قولي لي، لأنه تنزيلة الشنطة كتير صعبة علي. طيب خلص، إيه شفتوها أنتو؟ شو صار معكن؟ ماشي، إيه لحظة لأشوف، خليكي معي. استني عم شوف. إيه شو هالغبرة؟ مليان غبرة. استني. طيب إذا بدك شي حاكيني. إيه ليكي سموحة، روحي روحي، تنزيلتها صعبة، روحي. الله يسامحك، باي. ماشي يلا باي. بس ما تكوني زلقتي لك بشي كلمة. لا معقولة أنتي؟ بس أنا قلت لها إنه نحن على الطريق. يعني وين بدي يكون لهلأ؟ ساعة صارت 3. من نص ساعة حكاني وقال لي إنه بمدخل الشام. طب رجعي دقي له مرة تانية شوفي شو صار معه. ما في داعي، هلا بيجي. يا كحتوتة، خايفة تخسري مكالمة؟ شو مهضومة. طب فوتي لجوا اسألي بالريسبشن، بلكي واصل هو قبلنا وطلع على غرفته. حبيبتي لو وصل كان حكاني. انت ليش بصلتك محروقة؟ مرحبا يا صبايا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، آسف على التأخير. ما في مشكلة، رح أعرفك على الصبايا، ليلى بتعرفها. ايه مزبوط، التقينا المرة الماضية بالشام. مزبوط مزبوط مزبوط. سميحة طالبة حقوق وساكنة معنا. أهلا وسهلا، تشرفنا. لبنى السريعة مدربة رياضة وكمان ساكنة معنا. حبيب قلبي. شو وينها نور؟ نور مثل ما بتعرف. مفهوم مفهوم. مرة تانية برجع بعتذر عن التأخير، فرصة سعيدة صبايا، بس صار معي مشكلة صغيرة بسيطة. إن شاء الله بس ما يكون في شيء لا سمح الله. شغلة صغيرة ما أنا محرزة. طيب على كل الأحوال رح أحجز غرفة وأرجع لعندكم، ما رح طول. ها شو ظريفة من خالتك. كتير ظريف، الله يزرف أيامك. أنا أول ما شفته قلت نفس الجملة. وليش هيك عم تحكي؟ عازم شو ظريف وبطير العقل. إيه صح. مرتبط؟ وليش عم تسألي؟ بدك تضربي إن شاء الله، عم نسأل سؤال عادي لا يروح فكرك لبعيد. تقبشيني لا تهزي بدنك على الفاضي، لأنه لما بتعرفي جد ما رح يهمك تعرفي الجواب. أيوة. إيه أستاذي، لا لا ولا يهمك، أي ساعة رح توصلوا؟ سلامات، يعطيكم العافية. بس أهم شيء ما تتأخروا مشان ما يروح الحجز. يا ريت ترك السيارة مفتوحة، كنا قعدنا فيه أحسن من النطرة هون. ليش كنا قعدنا جوا مو أحسن؟ ما قال لك جاي ثواني. جايتنا كلياتها لهون اساسا بلا طعمه. هذا بدل ما تقولي كتر خيره يلي اجى على الشام كرمالنا.
أقل منا نستقبله ونغديه بشي مطعم؟ قال يعني كتير رح ينقل من قيمته من مقداره إذا ما كان وفد التشريف كلياته ناطره وعم يستناه ومكتمل النصاب. لك بس بس بقى أنتو التنتين خلصنا، ما بدنا مشاكل، اليوم بالذات ما بدنا مشاكل. ميديا؟ كأن ابن خالتك بيشتغل ممثل؟ ما بعرف، حاسة حالي شايفته قبل هلا. لا حبيبتي، أنا الممثلة الوحيدة بالعيلة. بس بتعرفي ديعانو لو كان بيشتغل ممثل كان حرق كل النجوم. شو بكون؟ والله مو كأنه بيشبه جون كلون؟ ما اسمه جون كلون، أول شيء اسمه جورج كلوني، ثاني شيء يعني ما بعرف شو جاب لجاب. طبعا شو جاب لجاب، عاصم ابن خالتي أحلى. ميديا، مين هذا جورج كلوني؟ احكي لي عنه شوي لبين ما يطلع ابن خالتي. يعطيك العافية حبيبي. دقيقة شوي، عفوا مسيو، ما في غرف فاضي بمول، آسفة. نزلي هالبطيخة من إيدك واحترم العالم، شلون ما في غرف فاضي؟ وين بروح حالي أنا؟ بعتذر منك أستاذ، بس هلا موسم، يا ريتك لو عامل حجز مسبق، لأنه علينا ضغط وعشاء. اطلع من هالبواب، هالقصص بعرفها كثير منيح، بكون في عندكم غرف إضافية، ريزيرف، مشان لما يجيك شي زبون مرتب، بيطلع لك إضافة، بيطلع لك شغلة برانية. طلع الغرفة أحسن ما أعمل لك مشكلة الأول ما لآخرها. عفوا أستاذ بس. لا تبسبس لي وتعمل لي قصص. عم بقول لك بدي غرفة، مو حيلا غرفة، غرفة يكون أحلى إطلالة لها، يلا اطلع بالغرفة. طيب ماشي، طول بالك. ممكن تعطيني هويتك بالله؟ بركي بقدر ساعدك. شرف. من مواليد الأردية حضرتك؟ محل إقامة وين؟ حمص. ليكون ما عجبك، عم تتمسخر يعني؟ لا لا أبدا، عفوا أستاذ بس. يعني ذكرت حمص واليوم الأربعاء بتعرف ذكرت نكتة على حماصني. ولا لا تتمسخر، بتمسخر على 60 واحد من نمرتك. ترى قسما بالله بعملك عبرة لكل عمال ريسبشن بالوطن العربي، وإذا ما بعملك هيك ما بيكون اسمي عاصم سعفان. لك زين، وين فاكر حالك؟ ولا بتخرس. عم تنيع. شيل إيدك لك. شرف. عم شرف. يلا زدوا برا. إيدك فاونك. بعد إيدك هيك. أنا بورجيكم إذا ما خليكم تندموا، والله إذا سكرتكم أوتيل وإذا ما تسكروا ما بكون عاصم سعفان. روح إيدك وما تعطي، العمى شو هاد؟ آسف كثير صبايا على التأخير، بس صار مشكلة بسيطة بيني وبين عمار ريسبشن. تفضلوا نروح على شيء أوتيل محترم بيحترم نفسه أفضل من هالأوتيل، تفضلوا. والله لا كسر راسه لهالكربجي، قلنا له يصلحها مثلا. منيحة؟ ها؟ بلا هالحركات، حارتنا ضيقة وبنعرف بعضنا. أنا فكرت بدك تقعدي ورا. إيه لا تفكري كثير.